عم بوز البطة، أول مرة أشوف بوز القرد. إيه يا ابني اللي أنت بتعمله ده؟ اثبت واهدى بدل ما نروح الاسم ونتصور سلف من أبو أرقام، عارفه اللي هو ده. طب أنت أخويا شفت بوز القرد؟ أنا أول مرة أشوف بوز الإخس. شفت؟ يا ابني ما تتخباش، يعني هنصور نفسنا سلفي ورانا المجوهرات وننزلها على الفيسبوك بقى ونعمل لها صفحة ونكتب عليها إيه؟ المجوهرات اللي ورايا دول مش بتوعي، دول جولي نقطة في أسبوعي. وزع فشار بقى على الناس. طبعا يا ابني. يا عم ما تقرفناش بطل غباء. انت اللي غبي يا عم. والله العظيم انت اللي غبي. والله انت اللي غبي. هثبت لك. فاكر يوم ما رحنا نسرق وقلت لك شايف الخزنه دي عايزك تفورها؟ فاكر عملت ايه؟ خدت الخزنه وقعدت ارج فيها لحد ما فارت. هي كده فارت؟ مش غرقتنا فلوس يبقى فارت. انا هثبت لك. فاكر اول امبارح لما رحنا فرح علي علوكة؟ لا مش لا افكرك، خد تعالى. مش واحنا راجعين وقفنا كمين قال لنا انتوا شاربين؟ قلت له لا يا باشا فايقين. قال لي طب قول لي جمله اخرها لا، لو قلتها تبقى فايق وهتروح. قلت له انا اقتل اسرق اخش البوكس لا. قال لي انت فايق روح. فاكر انت عملت ايه؟ لا مش فاكر. لا افكرك انا الظابط، خد يلا. باشا خد تعالى. انت مين؟ انا العبد لله ضرب القطر في داره مشاه. الجرافيك ده اللي انت عايش فيه ده انت متكيف صح؟ لا. متكيف؟ لا. طب لو قلت لي جمله اخرها لا يبقى انت فايق وتروح. باشا وانا قلت لك على الحقيقه حياتك على السداني؟ لا. يبقى انت فايق يا باشا روح. صح ولا لا؟ افتكرت؟ مش ساعتها الظابط اعجب بينا؟ واصر يروح معاه الاسم ويأكلنا هناك؟ والله ده لسه ما لمتش بواقي الاكل اهي من على قفاه. انت ما بتعرفش تلم السفره. انا مالي؟ بقول لك ايه؟ وبعدين انت مشغل معانا واحد غبي، وانا الاغبياء بيعطلوني والمسحه. والله بيعطلوا جدا الاغبياء. والله عزيز. معلش ده قريب المعلم نستحمله، ماشي؟ ماشي. اسمه ايه هو؟ اسمه فرانكات. ايوه هو ترنشات. يا دي يا ترنشات. فرانكات. يا ايوه يا عم. مش عارف انط. مش عارف انط من على السور، اعمل ايه طيب؟ مساء الخير. مساء النور. انا وسام حضرتك. مساء الخير. ايه ومساء؟ احنا حراميه يا ابني. صباح الخير يا ابني. صباح الخير. احنا مجرمين حراميه. هاي ايه يا عم؟ هنسرق اكونت على الفيس وايه اللي هاي يا ابني؟ حراميه يعني تخش تقول ليلتكم بتشكل ولا بتاع كفته؟ يا عم ده ما ينفعش معاك الكلام ده، انت شايفه دواسيم. ربنا يخليك، ده انت اللي عمر. ما تقوليش عمر يا عم. يعني انت كويس؟ ما تقوليش كويس، ده منظر واحد كويس. ايوه حد حلو. انا مش حد حلو يا عم. خلاص حد زفت. الله يخليه. يا قذر. والله العظيم هتغرى وبطل سرقه. والله يا زباله. الله يبارك لك يا رب. انت بتفرحوا بالحاجات دي قوي قوي. طب استنى. يلعن ابو شكلك. لا انا ما بحبش المجاملات. خليك كده. خليك كده طبيعي معانا. في ايه؟ بقول لك انتوا لازم تساعدوني. ماشي هنساعدك. انا فيا اللي مكفيني. مالك انت هتعيط؟ ايوه هعيط. ليه مالك؟ عشان انا انسان مؤدب ومحترم ودغري. والناس كلها كرهتني بسبب ادبي واحترامي. والله كل ده مؤدب قوي. ده رحت للدكتور نفساني. تمام ماشي. قال لي بقى انت لازم بقى تتعالج. قلت له بقى لما شاف حالتي بقى اما قال لي ايه؟ قال لي لا يا ابني انت لازم تتكحرط شويه. تخرج يعني مع بنات وتروح سينما وتشوف الدنيا تتكحرط؟ لا هو ما قاليش كده. امال قال لك ايه؟ قال لي اقتل. قال لك ايه؟ اقتل. دكتور نفساني قال لك اقتل؟ ما اعمل ايه؟ طب والله قال لي كده. ده اسمه ايه الدكتور ده؟ اسمه سعيد ملوخيه. سعيد ملوخيه؟ ده قطفته منين ده؟ بقول لك ايه؟ العياده بتاعته في شقه رقم كام؟ ده انتوا لقيتوا بعض بقى. لذيذ قوي زميلنا الجديد اللي انا. هو اللي جديد. انا اللي جديد. لا فوق بص بقى، وعايزين نسرق عشان نخلص. انت قال لك تقتل، جاي معانا ليه؟ احنا حراميه بنسرق. ايوه مش انتوا حراميه بتسرقوا؟ ايوه. انا بقى اجي معاكم عشان اسرق. تمام. ماشي. ونخش بقى معانا كشافات، نخش بقى المكان اللي هنسرقه. وفي واحد غبي دايما بيوقع فازه. اهو موجود الغبي. ايوه. لما يوقع الفازه بقى تعمل كش على الارض، تقوم الخدامه بقى وهي نايمه تتقلب، فهي بتتقلب تعجبني اغتصبها بالمره بقى. ما احنا بنسرق. فلما اغتصبها بقى تقوم هي مخربشاني وما انا قاتلها، بس اخربشها زي ما خربشتني قبل ما اقتلها. ده بطوله مين ده؟ نعم بطوله مين اللي انت بتحكي؟ بطولت انا. بقول لك ايه، ما عندناش احنا افلام والجو ده، احنا جايين نسرق. المعلم لو جه لنا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه. انا عايز اقتل. ايه ده اعمل له ايه؟ يا ابني عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه، تعالجوني لازم.
هتقتل هتقتل هيضيع علينا عايز اقتل هتقتل هفضحكوا خلاص هيضيع علينا اليوم جري ماشي اعمل ايه يا عم خليه يقتل اعمل انت الخدامه ماشي خدامه ما اعملش خدامات انا يا ابني والله الدور ده حلو جدا خدامه ايه يا عم والله ما رضيت ارشح فيه حد غيرك اعمله ما بعملش انا خدامات لو سمحت ساعدني تعبان ساعده بس يلا والله قلت لك الاخباب يعطلوني والله معلش عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا يلا 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 مشهد قتل الخدامه اول مره اكشن يلا اقتلها يا استاذ يا استاذ اقتلها ما هي ما اتقلبتش فما اتقلبتش فما عجبتنيش هختصبها ازاي خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها بس زي ما خربشتني خربشها خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه يا استاذه اتدلعي شويه عشان البطل بيتدلع علينا بقول لكم ايه ايه خلصوني ورايا اوردر تاني يلا عشان الاستاذه عندها اوردر في مذكرات مراهقه يلا يا جماعه مشهد قتل الخدامه تاني مره اكشن يلا اقتلها ما تقتلها ما هي بتموت لوحديها ما بتفرفر قدامك اهو معلش قول لها كلمتين بقى ايوه ايوه عندك حق يا استاذه واحده بتتقلب على السرير مش عربيه بتتقلب على الدائري اعمل لكم ايه ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه يخربشك ايوه اخربشها مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه والله عاشر واحده خربشها ان انا الاقي الجدون ابدا يا استاذ ما تجننيش والنبي معايا انا مالي انا انتوا اللي تساعدوني دلع شويه يلا, 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 يلا مشهد قتل الخدامه ثالث مره اكشن لا انت هتعمل لي عرس هقتلها انا لا وسع يا عم اسبب بقى اسبب بقى حرام عليك دلعي مش كده خلاص يا عم اهدى مش كده حرام عليك مش عارف تشتغل ليه معايا يا عم عايز اتعالج والله بتعيط ليه دلوقتي والله العظيم انا كنت مستسلمه لك والله بلا مستسلمه بلا ليله المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو كده اهو تعملي اي حركه بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم عاجبك كده انت بس بس يا اختي بس الله يرحمه كملي لي الثلاجه لحمه رواقي يا حبيبتي رواقي مالك والله كان نجار قد الدنيا يا اختي نجار اخر حاجه قالها لي هاتي لي الحبايه وكوبايه ميه وقلم رصاص طب قلم رصاص ليه عشان الحته اللي بيبوسها كان بيعلم عليها كان صنايعي كان نجار هو اه والله طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعه في سنتك صحيح بق النجار مخلع ايوه كده فكي بس بقى بتضحكوا ما خلاص ضحكنا انا عايش مأساويات يا عم هتعيط لنا ليه والله العظيم عايش مأساويات انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط اقول لك انا احكي انا حكايتي سابعه الكافر انا وانا صغير كنت بحب ابويا اه ابويا بيحبني بس ما كنتش بقعد معاه كتير فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني لا انا ابويا مخبل ازاي تقعد مع معظم الوقت ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكان وميعاد السرقه فيجي ايه بقى ايه يقبض عليا فاروح معاه اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى وقلم بقى وشلاليط وافيان بص بيدلعني يا فرحه امك بيك يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي طبعا ما اقدرش اعدي يوم غير ما اشوف ابويا يا ابني ما كده هيتقبض علينا ما تخافش ابويا مخبر هطلعه حلو قوي يا ابني انت مجنون اتقبض علينا اوكي اتقبض علينا ونروح بقى ايه نقف كلنا عرض بقى قدام وكيل النيابه نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه الخدامه بقى تخش بقى وكلنا عرض كده وانا واقف بقى في وسطهم ايه وبعمل كده يعني تقوم معديه بس لازم تعديني واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش وتقوم مخربشاني اما تخربشني اقوم قتلها بس قبل ما اقتلها خربشها زي ما خربشتني انت مديحه كامل مقصره في حياتك بشكل كبير ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان ما تقرفوناش يا جدعان هو الدكتور اللي قال لي والله العظيم لو ما قلت المعلم هيجي من فوق بص يلا لو ما قلتش انا هخلص منك ايه ده ما انت معاك بتقتله اهو بتقتله يا ابني انت فاكر ده مسدس امال ده ايه ده لا ده مكنه خياطه بجيبه بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين والنبي بعد البتاع ده عني والنبي ابوس ايدك يا جدعان ركزوا معايا والنبي المعلم تمساح عارف المعلم تمساح ايوه يا عم بتاع ناشونال جيوغرافيك انت عارف المعلم تمساح ايوه عارف التمساح ده كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده حطيته في بطرمان ميه فضل يكبر 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 كسر البطرمان حطيته في بانيو فضل يكبر يكبر واول ما كبر خالص
قام مخربشني، قمت مخربشني خربشني خربشني. جيت قتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه؟ ما تعال يا حبيبي، ايه يا معلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره؟ ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه؟ ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعاد الثانيه مجانا. مجانا مجانا ستعاد مجانا. اعمل البر خلاص. تذكر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تنساه. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جه انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء، انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده، اللي هو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا بو انا فهمتك. بص انا هفهمك بو يا ابني افهم بو ايه؟ بس يا ابني يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي.